السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهتزت ولاية بوز على وقع فاز علي راح ضحيتها شخص وجد متوفي داخل الوكالة المحلية لتشغيل وهذه هي التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عثرت مصالح الحماية المدنية أمسية الجمعة على جثة هامدة لشخص في الوكالة المحلية لتشغيل بحجوط بولاية بوزا ليتبين فيما بعد أن الضحية هو عامل بذات الوكالة حين إيه تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وسط صدمة كل الحاضرين والموظفين وحسب مصادر محلية مطلعة نشرت الخبر فإن الضحية يبلغ من العمر 71 سنة وهو يعمل كحارس ليلي في الوكالة المحلية لتشغيل بحجوط بولاية بوزا العناصر الأمنية بدورها تنقلت إلى عين المكان برفقة الشرطة العلمية وفتحوا تحقيقاتهما في القضية رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنته وألهم ذويه الصبر والسلوان